دكتور هاني المسيري، حضراتكم في جلسة مناقشة سوق العقارات في مصر، كانت الحكومة ورجال الأعمال بيتناقشوا على تكلفة البنية الأساسية أو تكلفة المرافق، مية وكهرباء وغاز، تبقى على الحكومة ولا على رجال الأعمال اللي بيبنوا بيطوروا منشآت عقارية؟ فأنتوا وصلتوا لإيه في الـ؟ احنا وصلنا حقيقة هي بتعتمد على الحالة. أنت دلوقتي لو أنت بتحاول تطرح محافظات حدودية مختلفة وتمدها يمين وشمال، سواء زي ما اتكلم سيادة الوزير على العالمين مثلا، أنت مش هتقدر تقنعني أنا أروح أستثمر في العالمين ولا في بنية أساسية ولا في مصانع ولا في مدارس، فهو لازم ياخد الريادة في هذه الحالة. أما في حالة مثلا زي مشروعنا احنا موجود في شركة أوراسكوم، احنا لايمين بالبنية الأساسية كلها، نتكلم في 2 مليار جنيه، حاطين محطة كهرباء كاملة وحاطين محطات مية وحاطين شبكات داخلية، بالإضافة ان احنا خدنا اتفاق من الحكومة ان احنا نقدر نبيع فائض الكهرباء وفائض المية. فالحقيقة هي معمولة خلاص، بس زي ما السيد الوزير قال انا بقترح ان هي تكون بتعتمد على المكان. انت عايز تنمو بمنطقة غرفية جديدة، اعتقد ان الحكومة لازم يكون لها رياضة. انت موجود في منطقة والتكلفة عالية جدا وهي اوريدي ابتدت تشتغل، اعتقد لازم تسيب القطاع الخاص يشتغل. واحنا شفنا مودلز هي في اسكندرية، كانت موجود شركة كورية كانت بتيجي تبني محطات المية وكانت بتبني الطرق وتاخد قصادها اماكن حق استغلال مثلا لاعلانات او لمولز او فالحقيقة بتبقى شركات متعددة الجنسية كبيرة جدا، عندها فروع مختلفة، فرع منهم ممكن يقوم بإدارة المنشآت السياحية والفرع الثاني ممكن يقوم بإدارة مثلا أو بناء المحطات المياه. فهم دول الشركات اللي احنا بنعايزينهم، مالتي ديسيبلين بيسموها، بتيجي بتخش تاخد قطاع معين وقصادها بتاخد حقوق امتياز لمشاريع أخرى. في رأي حضرتك ما مدى معقولية أسعار العقارات في مصر في الفترة الحالية؟ لا برضو ده سؤال واسع جدا بيعتمد، بس اعتقد ان هو يعني هي زي ما بيقولوا سوبر انفليتد، هي سوبر انفليتد لان انت لسه مش عامل الشفافيه الموجوده في خرائط الاراضي اللي هتطرح والسيد الوزير قال عليها هيبتدي يطرحها. لما تبتدي تطرحها انا بدل ما اروح اسكن بقى في المعادي او على الكورنيش او طب انا عارف ان على بعد 10 كيلو بس هيبتدي يكون في مكان موجود ان انا ابني فيه، طب ليه اخد المتر ب 15 وانا ممكن اخد المتر ب 1000 او ب 2000 وابتدي اعمر فيه؟ فانت بس لازم الشفافيه تكون عايزه اتجاه الدوله ايه، هنعمر ولا مش هنعمر، هتديني اماكن ابني فيها ولا هضطر اخد في المكان الموجود ده وابني، هضطر ابقى مخالف المقاولين اللي بيخالفوا في اسكندريه، ودي اكبر حاجه مشهورين بيها احنا، بيخالف ليه؟ لان مفيش اراضي موجوده فبيضطر يطلع، هو مكنه وعايزه تشتغل. فالحقيقة كل الحاجات دي كلها يجاب عليها بإدراك أكثر لما يكون عندنا شفافية واضحة للتوسع العمراني هبقى عامل إزاي، اللي بيه أقدر أحدد أسعار الأرض بسعر مظبوط. تمام، ألف شكر حضرتك دكتور هاني المسيري، شكرا جزيلا.